النهارده ايه اللي بتعمله؟ احنا المره اللي فاتت خدنا الترانسفورميشنز، لو الاكس اتغيرت بتتحرك ازاي والواي اتغيرت بتتحرك ازاي، الموضوع ما كانش صعب يعني. النهارده هناخد حته بقى زياده كده، حته اسمها الفيرتيكال شرينكينج ستريتش. هنشوف ايه الفكره. ناخدها الاول نفهمها قبل اي حاجه، شيل اللي فيه واي اكس باور 2 يا مالك، واي ايكوال 2 اكس باور 2، واي ايكوال هاف اكس باور. احنا هنفهم ومش هنحفظ قوانين الا بالاخر. تعالى نعوض بشويه نقط ونرسم. نعوض بشويه نقط ونرسم. لو انا حطيت لي سعادتك هنا الاكس ب 0، الواي بكام؟ طب الاكس ب نيجاتيف 1، الواي بكام؟ 1. ها؟ 1. الاكس ب نيجاتيف 2، الواي بكام؟ 4. ب 4. الاكس ب 1، الواي بكام؟ 1. اكس ب 2، الواي بكام؟ 4. والرسمه بتاعتها بتبقى عندك 0 0 نيجاتيف 1 1 مش عارف، هنا نيجاتيف 2 تبقى هنا 4، وهنا نفس الكلام وهنا نفس الكلام. تبقى دي الرسمه، رسمه الكوادرات الشكل. ايه اللي بيحصل لما ازود رقم هنا جنب الاكس باور 2 في الكوفيشنت؟ بيحصل ايه؟ تعالى نجرب شوف ايه اللي هيحصل. لو حطيت هنا الاكس ب 0 الواي بكام؟ زيرو. تعال بقى ندخل في الارقام. لو حطيت الاكس هنا بنيجاتيف 1، لو الاكس هنا بنيجاتيف 1، نيجاتيف 1 باور 2 1، 1 في 2. عايزك تاخد بالك كده ايه اللي بيحصل. نيجاتيف 1 نيجاتيف 1. تعال نعوض بنيجاتيف 2 كده. لو حطيت الاكس هنا بنيجاتيف 2، نيجاتيف 2 باور 2 كام؟ 4 في 2. بص ايه؟ 0 0 الواي هي هي صح؟ تعال بقى من اول نيجاتيف 1. نيجاتيف 1 هنا جايبه كام؟ 2. نيجاتيف 1 هنا جايبه كام؟ 1. نيجاتيف 2 هنا جايبه 8. نيجاتيف 2 هنا جايبه 4. وهكذا. لو عوضت هنا ب 1، 1 باور 2 كام؟ 1 باور 2 ب 1، 1 في 2. ولو عوضت ب 2 ايه اللي هيحصل؟ 8. عايزك تاخد بالك كده وقبل ما ارسم، واخدين بالكم ايه اللي هيحصل في الواي؟ تعال نبص كده 0 0 طبعا دي هنا. بص بقى نيجاتيف 1 و 2 بقت هنا. بص بقى يا زلمه نيجاتيف 2 كام بقى؟ وايه؟ كانت نيجاتيف 2 دي فين بقى؟ يعني نيجاتيف 2 هتطلع هنا. بص بص اللي هيحصل. طب تعالى الرسمه اللي بعديها كده اللي هنا اصلا 1 وايه؟ 1 و 2 2 8 2. بص الرسمة كده ايه اللي حصل لها. واحد يقول لي يا مستر تحس انها نفس الرسمة، هي نفس الشكل، بس ايه اللي حصل للكيرف؟ الكيرف بقى ايه؟ كان ماشي كده، بدأ يعمل ايه؟ بيقفل. ها بيقفل يعني ايه؟ الكيرف بيطول. بص هنا الكيرف كان ايه؟ كان مليان تخين شوية. بص الكيرف لما ضربت في رقم ايه اللي حصل؟ بدا الكيرف بيحصل له ايه بقى؟ بيقفل كده ويطول. يقعد تتخيل بقى ايه؟ تخيل بقى انت لو حطيت هنا مثلا، هنا لو حطيت الاكس بسنين الواي تبقى بكام؟ 3 9 يعني هنا مثلا السري، هنا 9 هنا مثلا. تعالى بقى الثانية دي لو حطيت هنا الاكس بسنين هتبقى بكام؟ ب 18. ها؟ يعني انت الاكس بيستيع تلاقي بص الايدين دي بقى فين؟ بصوا الكيرف ايه اللي بيحصل له؟ بيطول بيطول لفوق. ده الكلام ده لما بضرب في كام؟ في رقم بوزيتيف عادي، رقم انتجر عادي. بص ايه اللي بيحصل في بص الرسم، بص الرسم هنا قبل ما بنزود خلاص. بص الفرق ايه اللي حصل؟ نفس رسمه الكيرف الكوادراتيك. والله هي ايه؟ خش انا عارف انك لسه جاي المدرسه، تعالى نفس الكيرف هي هي، بس ايه اللي بيحصل؟ بص كده الكيرف هنا كان هو هو،
كيرف هنا بص بيطول ادي كيرف زي ما هو اللي احنا عارفينه، واول ما بضرب هنا في رقم كيرف بيحصل له ايه؟ بيطول. عشان لسه واخده بالك طب بص هنا بقى، انا هنا ضارب في كام؟ انا لسه ما بديش قواعد. احنا بنفهم ايه اللي بيحصل في الرسم. تعال نبص هنا كده، هنحط هنا الاكس ب 0 والواي تبقى بكام؟ لو الاكس ب نيجاتيف 1 ايه اللي يحصل؟ نيجاتيف 1 باور 2 كام؟ 1 في هاف. ها؟ 1 في هاف كام؟ ها؟ نيجاتيف 2. نيجاتيف 2 باور 2 كام؟ 4. 4 في هاف. تعالى 1 كده. عوض كده عن الاكس ب 1، 1 باور 2 1 في هاف. عوض ب 2 كده. ها خلي بالك بقى 2 باور 2 4 في هاف. تعالى نبص على شكل الرسمه المره دي، وادي نفس الكلام طبعا 0 0 نيجاتيف 1 وهاف. هات بص تبقى ايه يعني يا دوب. ايه اللي هيحصل بقى؟ نيجاتيف 2 كام؟ نيجاتيف 2 و 2 هنا 1 وكام؟ وهاف. هنا كام؟ 2. شوفوا نوصل كده ونشوف ايه اللي هيحصل. بص المرات شكل كده قدامكم الثلاث رسومات. شايفين الثلاث رسومات دي؟ هنا اكس باور 2 بس. هنا ضربت في بوزيتيف انتجر نمبر 1 2 3 4 5 6 مش عارف ايه. وهنا ضربت في فراكشن. ايه الفرق في الرسومات؟ كلهم كوادراتيك ولا نفس الرسمه صح؟ ايه اللي بيحصل بقى؟ لما بتضرب في رقم بوزيتيف الكيرف بيحصل له ايه؟ بيطول لفوق. لما بتضرب في فراكشن شايفين الكيرف اللي حصل؟ بيفرش على الارض، فرش عامل زي الطبق. بص الفرق، انا حاطط لكم الثلاث رسومات قدام بعض اهو. بص هنا ده طبعا الاصل، ده الكوادراتيك فانكشن ريبريزنتيشن المعروف. لما بضرب في رقم بوزيتيف الكيرف بص بيحصل له ايه؟ بيطول لفوق، بيطول بيبقى رفيع، بيرفع كده ويطول. بص بقى الكيرف هنا بيحصل له ايه؟ بيفرش، يعني افرش. بص الكيرف عامل ايه؟ عامل زي الطبق. ده الفرق اللي احنا هناخده النهارده. احنا المره اللي فاتت خدنا ترانسفورميشنز التحركات. لا النهارده بقى هناخد الحته دي. امتى الكيرف يرفع كده ويبقى رفيع؟ وامتى الكيرف يدخل بالمنظر اللي احنا شايفينه ده؟ اخر مره نقولها قبل ما نقول اي قواعد. لو ضربنا هنا في رقم بوزيتيف انتبر، يعني ايه بوزيتيف انتبر؟ 2 3 4 5 6 7 8 اعطوني بوزيتيف. بص الكيرف بيحصل له ايه؟ بيطول ويرفع. بيطول ويرفع. بص هنا بقى لما بتضرب في فراكشن ايه اللي بيحصل؟ كيرف بيعمل ايه؟ بيفلطح. يعني ايه بيفلطح؟ فرش خالص. طب هو الكلام ده هنا يا مستر هيجي لنا نرسمه؟ مش فكره الرسم، انت مش هتقعد ترسم. هي اللعبه كلها ايه؟ انا هجيب لك الفانكشن وانت تجيب لي الرسمه بتاعتها من الاختيارات. تعال نشوف بقى الكلام ده بيتم ازاي. بص بقى على المسائل والشكل ونفتكر درس المره اللي فاتت ونربطه بدرس النهارده. بص يا سيدي، اول حاجه عندي سعادتك عايزين نشوف بقى ايه فرق الكلام ده عن المره اللي فاتت يا عم مينا. واي ايكوال كام يا فندم؟ ايوه ركز بقى معايا كويس قوي. ايه اللي بيحصل يا ولاد في الرسمه؟ نفس الخطوات يا مستر اللي انا كنت بعملها المره اللي فاتت. هي هي. ايه الفرق بس؟ الكيرف يطول او يرفع. بص بقى ايه اللي هيحصل. اولا اول خطوه لو تفتكروا المره اللي فاتت الاكس معاها مين جوه الباور؟ الاكس معاها مين جوه الباور؟ مع حد جوه الباور؟ في رقم لوحده بره؟ رقم لوحده بره؟ مفيش. يعني كام؟ بص بقى الناس اهو اهو
زيرو زيرو صح؟ انتوا عارفين طبعا رسمة الكوادراتيك مالها، شايفين رسمة؟ فاكرين؟ رسمة العادية. ايه الفرق بقى؟ المفروض انها دي العادية صح؟ دي العادية؟ الوان اوفر 3 ده يعمل ايه بالرسمة؟ يوسعها. يعني يوسعها؟ بص اللي هيحصل؟ بدل ما الرسمة كده شفت الفرق؟ بقى الطبق. شفت الفرق؟ تاني الرسمة العادية اكس بار 2، الوان اوفر 3 ده ايه الجديد اللي عمله؟ خلى الرسمة فرشة. بص المنظر؟ طب انا مستر عاملها كده، انت مش هتعمل، انت هتختارها بس. طب اديني اللي بعدها كده يا فاطمة. ها ركز معايا. واي تو براكت اكس ماينس 1 ايوه باور 2 كله ها 3 ماينس ماينس. يلا فاكرين الفيرتكس المره اللي فاتت؟ مين مع الاكس جوه الباور؟ مين مع الاكس جوه الباور؟ ماينس 1 يبقى احطها انا ايه؟ قلنا بنعكس. فاكرين شغل المره اللي فاتت؟ بنعكس. مين بقى الواحد؟ الواحد يا مالك. ها مين؟ النيجاتيف 3 بنعكس؟ الله يا مستر. 1 ونيجاتيف 3 صح؟ 1 ونيجاتيف 3 هو اللي تحت. هي دي رسمة ايه؟ رسمة ايه؟ رسمة كوادراتيك؟ رسمة عادية؟ اللي انت معناها ازاي؟ رسمة كوادراتيك كانت مستر عادية خالص. ايه الجديد بقى اللي هيحصل فيها؟ مضروبة في رقم ولا فراكشن؟ رقم عادي. الكيرف يرفع ويطول. يعني ايه بص الاكسر؟ هي العادية. ليه المرة دي حصل؟ أنا بضرب في كام؟ رقم بوزيتيف إند، رقم عادي مش فراكشن. كيرف يرفع ويطول. طب اديني يا بنتي اللي بعديه. اف اوف اكس ايكوال هنطلع نصعب. اف اوف اكس ايكوال كام؟ 2 اكس باور 3 يلا البوينت اوف سيمتري. ادي يا مستر البوينت اوف سيمتري. مين اللي مع الاكس جوه الباور؟ مين لوحده؟ يلا نيرس نيرس زيرو نيجاتيف 1 دي فين طبعا؟ هي دي رسمة ايه؟ كيوبا بالارينا. رسمة بالارينا مستر رسمة بالارينا بس في طول مضروبة بره. بص اللي هيحصل. انتوا عارفين رسمة البقى. بص بقى اللي هيحصل المرة دي هقول لك رسمة كويسة. دي الرسمة العادية صح؟ دي الرسمة العادية بتاعت كاري. هي مضروبة في كام؟ في عدد ولا فراكشن؟ عدد صح؟ بص اللي هيحصل بقى ترفع وتطول. يعني بص بص هيبقى ازاي؟ هي كانت اهي رفعها شوية وطولها. بص بقى بص ايه اللي حصل في الرسم. شوف الرسم اللي حصل لك انت رفعت وتولت. ادي لعبة التو والهاف والثيرد والثري والكلام ده. ايه اللي كده هتيجي اللي بعديه؟ اكتر من شاك. هناخد اكتر من شاك. قولي عايز مش انا في اول الحس خالص عملنا ايه؟ شدينا امثله مستر. هي ليه بترفع وبتطول صح؟ افهمك ليه؟ في السريع بقى المره دي. انت في الاساس ما كانش في 2 صح؟ بص هنا معايا. في الاساس ما كانش في 2 فاكر النتيجه مثلا يطلع لي 8 بحط ال 8. تخيل بقى انت ال 8 طلعت لقيت مين مستنيها؟ ال 8 دي بقت بكام؟ ب 16. فبعد ما كانت النقطة هتتحط في 8 بقت النقطة هتتحط في 8. النقط بتعلى وتقعد تطول، الرسمة تقعد تطول منك. فتلاقي الرسمة بتكسر وتطول. ايه دي العلاقة؟ عشان كده شرحت في الأول. هي جت منين يا عم يحيى؟ ركز معايا يا يحيى. ركز معايا. عايزين نعوض اللي فات ده. اديني يا بنت اللي بعديها. 2 واي ايكوال ها؟ ابسوليوت. اكس ماينس 7 ايوه بلس 2. يلا عايز البوينت اوف سيمتري. الماينس 7 يبقى كام؟ 7 مين لوحده؟ بلس 2. الرسمه يا مستر
7 و 2 عارف 7 و 2 7 هنا يعني هي الرسمه دي هي رسمه ايه؟ ابسوليوت لا السبعه سبعه صح؟ السبعه دي بقى عاديه ولا اللي هي رفيعه طويله ولا اللي هي هتفرش على الارض؟ لا يا مستر دي مضروبه في رقم بوزيتيف انتجر السبعه ايه اللي هيحصل لها؟ ترفع وتطوى يحصل لها ايه؟ يعني ايه ترفع وتطوى؟ يعني هي المفروض الاساسيه بتبقى كده صح؟ اللي احنا بقى عملناها اللي فتولي تبقى ايه؟ بص ايه اللي هيحصل لها؟ طب لو الرقم نجم جاي حاجه جاي من نجم شفت يا نور؟ طب اديني اللي بعديه 4 ماينس 2 واي اكوال 4 ماينس ها؟ ابسلوت 2 ابسلوت ولا ابسلوت بس؟ 2 وابسلوت كام؟ اكس ماينس 2 لو 2 المساله كده بدات تشتغل اهي ايه اللي جديد في المساله دي؟ مش جديد فيها ايه؟ قبليها ايه الاول كمان؟ ليها نيجاتيف ها؟ واخدين بالكم النيجاتيف؟ طب بصت كده معايا بقى النيجاتيف بيعمل ايه؟ عارفين النيجاتيف كان بيعمل ايه في الرسمه برضه؟ بيعكسها صح؟ طب نبدا كده واحده واحده بص يا بيه يلا عايزين البوينت اوف سيمتري 2 و4 عبد الرحمن انا هنا عينيك معايا كام؟ 2 و4 مين اللي جوه الاكس؟ نيجاتيف 2 تبقى كام؟ 2 ها؟ استناني بقى الواي بكام؟ مين الرقم اللي لوحده؟ 4 مين الرقم اللي لوحده؟ 4 مين؟ 4 صح؟ ميرسي 2 4 ها؟ 2 4 هنا يعني استناني بقى الرسمه دي رسمه ايه؟ ابسوليوت صح؟ ابسوليوت يبقى 7 صح؟ 7 دي بقى رفيعه وهتطول ولا لا تفرش تفرش خالص بص كده مضروبه في كام؟ 2 يبقى الرسمه دي يا مستر على طول اللي هي ايه؟ هتفرش مننا بس فيها حاجه في هنا ايه؟ ما انا لسه ما اتكلمتش في النيجاتيف اصلا لسه مش ممكن مثلا نعكسها ونطورها ما انا لسه احنا الاول عرفنا انها هنا صح؟ دي 7 ولا 8؟ 8 عرفت انها 7 ايه 7 ولا 8 8 ليه؟ في ايه؟ طب 8 عادية ولا 8 اللي هو رفيعة؟ 8 اعرف من ايه؟ بص يا فاطمة الرقم اللي هنا ده فراكشن ولا رقم عادي؟ رقم عادي يبقى الرسمة دي بترفع وتطول طب قول لي كده انا هرسم صح ولا غلط؟ شوف مين صح انا هرسمها كده مرفعه وطويله اهي دي غلط دي غلط ليه؟ عشان في ايه؟ يبقى يا مستر ناخد بالنا بقى من المساله دي كده ونعيدها من الاول تاني عشان دي رخمه دي رخمه عملنا ايه في الاول خلي بالك جينا في الاول طبعا الاكس معانا كان مكتوب ايه ماشي بعد كده مين مستنيك بره 4 ادي 2 4 بدأت أبص بقى المسألة دي 7 ولا 8؟ 7 ولا 8؟ عرفت منين إنها 8؟ عشان في إيه؟ في نيجاتيف طب ال 8 دي عادية؟ 8 عادية؟ ولا ال 8 اللي بتفرش على الأرض؟ ولا ال 8 الرفاعة الطويلة؟ مضروب في كام؟ رقم عادي يبقى ال 8 الرفيعة الطويلة يبقى الرسمة دي طب ما أنا هقعد بأرقام وأرسمها صح؟ يعني ايه عوجع كم اكسده؟ انا هوجع دماغي ليه رفيعه وطويله؟ اضرب بقى ارقام من عندك هات اي اكسد وجيب الولاد وحط على رسمه اكسد. يعني افرض انا جات لي مساله بصراحه القواعد كلها دخلت في بعض. طب اعمل ايه؟ ارسمها ارسمها ازاي يا محمد الرضا؟ حط ارقام من عندك. 0 و1 و2 و3 وشويه نيجاتيف وبتاع ظبط دنيتك اعمل لك 7 8 نقط ووصلهم على الرسم. يعني لو حسيت ان انت انا نسيت الطريقه ارسم انت حط ارقام من عندك لشغل واديها على طول هات يا بنتي اللي بعديه واحده ثانيه ايه؟ 4 ماينس 2 ها؟ ايه ده هي ثانيه ماشي كم؟ 5 ماينس 2 ابسلوت اكس بلس 2 بص يا اخويا ثاني ايه؟
تاني خفيفة النهاردة معلش يلا بس اللي هتقفل صح صح يا جدع موضوع كبير بس درس النهاردة مش صعبة قوي انا مين اللي مع الاكس مين اللي مع الاكس نيجاتيف 2 صح ومين لوحده عشان هاخد واي في واي بكام يلا الرسم ادي الرسم نيجاتيف 2 5 صح نيجاتيف 2 كده و5 يعني هنا استنى دي رسمه ايه سيريو ده 7 على 8 7 على 8 ايه مقلوبة يلا تمام اهو نعمل ايه طب اعمل 8 عاديه ولا 8 رفيعه ولا 8 اللي هي نايمه على الارض يعني مثلا 8 رفيعه ليه بص هو ده مفكر طب افرض يا مستر ال2 دي لا انت ما بتشرحلوش انا هنا اللي بشرح ال2 دي بص انا عملت كده بص انا عامل ايه بص التعديل مستر هيعمله مستعد مستر هيعمله عملتها انا غلطت خليت هاف يا ست المعلم هاف ايه اللي يحصل في الرسم تبقى 7 لا هي ما هي كده 8 بس هتبقى 8 الطويل لا دي 8 اللي هتفرش يعني هتفرش زي ما عملت فهمت قصدي ايه دي اللعبه في التاريخ غيرها يعني ايه قولي الفراكشن تفرش كده على الارض الارقام العاديه بتظهر وترفع هاتي دي واي ايكوال 1 ماينس اكس ماينس 1 هنا بدات المشكله في ناس شاطره عارف المستر قال لي المره اللي فاتت على الشكل ده الشكل ده ينفع اشتغل بيه بالبيزك ترانسفورميشنز اللي احنا عارفينها المستر قال الشرط المره اللي فاتت يا جنب الاكس ما فيش حاجه جنبها 1 يعني الاكس هي اللي جنبها 1 طبعا اعمل ايه بالهارد دي طب يا مستر طب ليه يعني احنا قلنا المره اللي فاتت لازم الاكس جنبها 1 اي رقم غير 1 ما ينفعناش سيبهم بقى جنبها طب اعمل ايه بالهارد خرجوا بره الاتش سي اف خرجوا بره ازاي يعني بصوا كده هنعمل ايه؟ بصوا هنعمل ايه؟ هناخد يا مستر الهاف اتش سي اف ركز معايا بقى الون مالوش دعوه بالموضوع ولا الماينس هناخد من اتش سي اف الهاف احنا مستر اتش سي اف بناخده ماشي انما اتش سي اف فراكشن لا دي رخمه شويه عشان ما تغلطش في الاتش سي اف لو عايز تاخده فراكشن تعمل ايه؟ زي ما كنا بنعلم زمان الطلبه الصغيرين في اولى اعدادي وانت بتعمل اتش سي اف اعمل ديفايدنج ازاي؟ بصوا مش انت عايز تخلص من الهاف؟ عايز تاخد الهاف اتش سي اف؟ بص اعمل ايه بقى؟ خدت الهاف اتش سي اف ركز بقى معايا جوه ديفايدد هاف ديفايدد هاف كده ما تغلطش بصوا مستر عاملها ازاي؟ عشان ما تتلخبطش لو خدت اتش سي اف فراكشن ديفايدد ديفايدد تغلطش طبعا هاف ديفايدد هاف ايه اللي حصل؟ مع السلامه. الثانيه دي تعملها على الاله. تعملها ازاي؟ على الاله. لا يا مستر مش متعود على الحته دي. اتش سي اف فراكشن دي مشكله. بتتعمل بالشكل ده. تاخد الاتش سي اف بره وعشان ما تتلخبطش جوه ديفايدد ديفايد. وبعدين تمسح عليها حالا تاني. 1 ديفايدد هاف طلعت ادي المساله 1 ماينس هاف ابسولوت اكس ماينس 2 تاني كده يا مستر كان هنا يا مريم في هاف ما ينفعش اشتغل لازم اكس مش عارف شيله ازاي اتش سي اف خدته بره خدته بره يا ولد خدت الهاف بره تبقى جوه وانت بتاخد الاتش سي اف اعمل ديفايد ديفايد الهاف ديفايد الهاف طلعت اكس ماينس كام 2 يلا ننزل بس الرسم عشان كده انت تطلع كانت عامله كده بس يلا البوينت اوف سنتر كام؟ بوينت اوف سنتر كام؟ الاكس فيها كام؟ والواي في رقم لوحده؟ هي فريده؟ مي 1 نرسم 2
هو النهيجة. استناني بقى. 7 على 8. 8 ليه؟ 8 ليه؟ نيجل صح؟ 8 التمانية. التمانية دي الطويلة ولا اللي المفلطحة اللي يعني كده اللي بتقفش على الأرض ده فراكشن. فراكشن يبقى لو مضروبة في عدد عادي ترفع وتطول، لو مضروبة في فراكشن بتحصل ايه؟ بتفلطح على النمبر لاين، بتنام، ما ينفعش تفرش. احنا تاريخ دي؟ التاريخ ما بقى؟ الحته اللي الناس عادت تسال فيها. جات لكم مساله في الاكسرسايز لقيت الناس كلها بعتها لي. هو ايكوال كام؟ 2 اكس اوفر 2 اكس اوفر اكس بلس 1. واسالك السؤال اللي انا اتكلمت فيه المره اللي فاتت. شوف كده مين كان صاحي. فراكشن ده ينفع يتقسم؟ ممكن اعمل اكس وبره اعمل ينفع يتقسم ولا لا؟ اقسمه ازاي اسمه؟ يعني كم فوق يعني؟ لا ما ينفعش هو مش كان ينفع؟ لا ما ينفعش ما فيش بلاس فوق. بص بقى عبد الرحمن قال لي بس حضرتك قلت يقسم لو مين؟ لو في بلاس او ماينس فوق. في بلاس او ماينس؟ طب قال لي مستر في تحت، تحت ده ما بيتقسمش. تحت ده ما بيتقسمش. ينفع يتقسم؟ هو انت ممكن تقسمه حاجه تانية مش هي 2 اكس؟ ممكن نخليها اكس بلس اكس. هي مش 2 اكس ممكن اعملها اكس بلس اكس صح ولا لا؟ وساعتها تاخد الاكس دي في فراكشن بس انا مش عايز اعمل. ايه الحل؟ وبعدين لو عملتها كده مش هتتحل. هتبقى اكس على اكس بلس 1 اكس على اكس بلس 1 ولا ايه الحل؟ هنا الحل. بص يا نور مش معايا يا نور مش مركز. هنا الحل بنعمل ايه؟ انت تحت في اكس ماينس 1 صح؟ بلس 1 بلس 1 قصدي انا هعمل حاجه ركز كده معايا مالتبلاي. لا 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 استعد المساله دي استفدت ايه يا نور؟ جت كيزي قالت لي يا مصطفى ايوه حضرتك حطيت بلس 2 وماينس 2 عشان نطيرهم مع بعض. طب انا حطيتهم ليه عشان نطيرهم؟ انا ما هي فعلا هم يمكن حاطينهم ليه؟ ينفع تشيلوا عادي بس انا مش هقدر عشان نطيرهم طبعا انا كنت حاطهم ليه اصلا؟ عشان اقسم عشان اعرف اقسم. اقسم ازاي بقى؟ لو خدت بالك اللي تحت اكس بلس 1 صح؟ ودي اللي فوق ايه؟ 2 اكس ايه؟ بلس 2 فوق اكس بلس 1 وتحت يعني ممكن اخد 2 اتش سي اف بقى ثواني كده تعالوا فرقوا على التقسيمه اللي هنقسمها عشان نتعلمها عشان هتظهر بعد كده. استني يا فندم انا هعمل كده. بص يا مستر هيعمل ايه؟ وقولي لي التقسيمه دي صح ولا لا؟ التقسيمه دي صح؟ لا ده لو ضربت فوق اضرب تحت لما زودت فوق تعمل ماينس فوق هي خلاص كده ها التقسيمه دي صح صح ولا لا؟ خدت 2 اكس بلس 2 مع بعض والماينس 2 لوحدها فيها مشكله؟ المستر قال لي لو في بلس او ماينس 2 ينفع تقسم ولا لا؟ طب اشمعنى خدت الاثنين الاولانيين مع بعض في فراكشن؟ عشان 2 اكس بلس 1 دي 2 اكس بلس 2 دي قصدي ينفع اعمل ايه يا مريهان؟ اخد ال 2 اتش سي اف اخد ايه؟ اخد ال 2 ايه؟ طب لما اخد من 2 اكس 2 اتش سي اف يبقى ايه؟ ولما اخد ال 2 منها اتش سي اف يبقى ايه؟ ايه ده خدت بالك من اتش سي اف دي؟ مسألة صعبة 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 يعني ما هو ده اللي هيحصل وطبعا في مين تحت؟ طب بذمتك كده مش ينفع نطير؟ الحركه اللي قعدنا نسال فيها قعدنا نسال فيها كتير دي ادي فكرتك زود وتنقص ينفع تطير ولا لا؟ الاول بس هنا ده زي ما هو صح؟ يلا طير طير مع مين؟ يبقى ايه ده؟ 2 ماينس دي بقى تترسم عادي ولا لا؟ دي تترسم عادي يلا البوينت شفت الحركه انا عملتها؟
طبعا مساله متفوقين، مساله تقيله فيها نموذج ولا اتنين منها في اختيار. قول يلا. ما ينفعش اعمل اكس بلس 1 تبقى تلاقي الايكويشن كده فوق تحت تحت وجوه. طب ما تحت هتبقى باور 2 ما عملناش حاجه. ماشي بس انا هقدر احلها مش هتعمل حاجه. تعمل لي تحت اكس بلس 1 باور 2 ده انت صعبتها. احنا عايزين نخفف مش نزود. تمام. انت لو جربت تضرب فوق اكس بلس 1 وتحت اكس بلس 1 ما استفدناش حاجه. ليه؟ ده بالعكس ده المساله بعد ما كانت تحت اكس بلس 1 بقت اكس بلس 1 باور 2 بقت اصعب. انما انا كده عرفت اخلص المساله. طب تيجي البوينت في سيمتري بقى؟ يلا البوينت في سيمتري. ها؟ يلا ها؟ ها؟ مين اكس؟ مين مع الاكس؟ بصوني يبقى ايه؟ مين الواحد؟ قولي. الخطوه الاولى دي هي بس من الشكل. احنا جبنا من الرقم بيقول ليه عملنا كده. انا ليه مستر ايه اللي خلاني عملت الحركه اللي انا عملتها فوق؟ المساله بالطريقه العاديه ما لهاش حل. كان لازم اتصرف. اتصرفت ازاي؟ شبهت على المساله. تحت اكس بلس 1 فلو خليتها فوق 2 اكس بلس 2 وخدت 2 اتش سي اف الاكس بلس 1 تروح مع الاكس بلس 1 قعدت افكر كده. وده اللي انا عملته. تصرف رخم بس هتتعلمه. هتتعلمه السنه دي. الحركه اللي انا عملتها دي انك تزود وتنقص. وفعليا لما عملتها يا شاب عملت بلس 2 ماينس 2 عرفت تاخد الاثنين دول مع بعض هنا وخدت اتش سي اف وطيرتها. انت هتحفظها بعد كده بعينيك. ده جي كده ممكن ازود ونقص خصوصا خصوصا لما يبقى الرقم اللي تحت اكس بلس 1 اكس بلس 2 اكس ماينس 1 اكس ماينس 2 معروف قوي. دي مش عارف كده كل يوم فكده اثنين مش عارف كده فاكشنين ده هو خدت الاثنين دول مع الاكس بلس 1 وده كمان مع الاكس بلس 1. ليه مثلا هو احنا ما بنفكش اللي تحت هو اللي تحت اتكلمنا المره اللي فاتت بيتفك ولا لا؟ مين اللي بيتفك بس؟ انا فكيت اللي فوق خدت الاثنين دول مع بعض ودي لوحدها انما اللي تحت مات. وبعد كده خدت اتش سي اف وزي ما حصل معاك في الهوم ورك وخلصنا المساله طارت المساله تحت. بعد كده نيجاتيف 1 و 2 يلا 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 احسن. نيجاتيف 1 و 2 فين؟ ايه ده دي رسمه ايه؟ رسمه ايه؟ كنا بنعمل ايه الرشوه دايما؟ دايما بنعمل لها قاعده كده نشتغل عليها مريان. شفت البنت شفتيه؟ ويه ويه؟ سكند وفورس ولا فيرست وثيرد؟ لا استنى كده افتكر بس. دي سكند وفورس ولا الاساسيه فيرست وثيرد؟ ليه ان شاء الله؟ في ايه؟ في ايه؟ نيجاتيف صح؟ يبقى انت هتعمل في ايه؟ السكن والفورس. واحد يقول لي يا مستر دي رفيعه. بص اهم حاجه ان انت ترسمها هنا يعني مهم في الاخر. هتقول لي مثلا هرفعها بقى ولا ادخلها؟ انت بس تعملها كده صح لان دي بالذات الرفيعه والتخين فيهم شبه بعض مش تحس قوي يعني. المهم انك عرفت الرسمه صح. خدتوا بالكم هي ليه سكند وفورس؟ عرفنا ليه سكند وفورس يا انا كارمي. ليه عرفت ليه سكند وفورس؟ عشان في ايه؟ دخلنا بعد كده بس استنى استناني بعض الاكسبريشنات بتاعت المتفوقين تشوفها تلقطها اللي هي ايه؟ بلدي كده روت اكس باور 2 اكس باور 2 ماينس 8 اكس بلس 16. الاكسبريشن ده عايزك تحفظه صح. هو ما تعملي مود فايبس اللي انت هتحليها مش عايزين تعملها. انا عايز ارسمها. الاكسبريشن ده يتحفظ صمي يا ولاد. استنيني بس لما تكمل. الاكس باور 2 ماينس 8 اكس بلس 16 ده يا بنت اصبر. اقول لك ايه؟ باور مع مين؟ ينفع طير الباور مع روح؟ ينفع في حاله ايه؟ المساله باي او ديفايدد طير الباور مع روح. وليها طريقه كمان زي ما هناخد كمان شويه. انما انت هنا في بلس وماينس بقى في بلس وماينس المساله واقفه. اعمل ايه؟
تعمل لهم ايه يعني في الكود؟ لا روت جي وروت جي وروت جي دي بلس وماينس ما ينفعش اوزع يا اولاد. توزيع الباور او توزيع الروت بيتعمل في حالات الباي والديفايدد بس. باي وديفايدد تعرف توزع تاخد الروتات والباورات وكله، انما بلس وماينس ما ينفعش اوزع ما ينفعش اوزع. انما عارفين لو باي كده مثلا كم دي؟ دي ينفع توزع دي كده ينفع توزع ازاي بس روزعت ازاي؟ روت ناين دي تنفع عشان المسألة ايه؟ باي عشان المسألة ايه؟ باي يعني مش هتطلع نفس النت اه اخويا هتطلع نفس النت 9 باي 16 ب 144 الروت بتاع 144 كام؟ 12 فكها بقى دي روت بتاعها كام؟ ودي روت بتاعها كام؟ 16 روت كام؟ لو غلطتهم يطلع كام برضه؟ ايه ولا لا؟ يبقى الفكه دي يا فاطمه نتعلمها اهو نتعلمها عشان انا باخد الفكه على الفنيات دي اهم من المسائل. عايز اعلي فنيات الالجبرا عندك. ده ينفع انت وده ما ينفعش انت وانت اضرب وانت اجمع وانت ما ينفعش وانت مش عارف. الحاجات دي مهمه جدا. خلاص؟ الاكسبريشن ده بقول لك احفظه ليه؟ الاكسبريشن ده كنا بناخده في ثانيه اعدادي. كان اسمه بيرفكت سكوير. ايه بيرفكت سكوير ده؟ عايز اقول لك مشهورين قوي في كام واحد كده مشهور؟ اكس باور 2 4 اكس 4 واكس باور 2 8 اكس 16 وفي اكس باور 2 6 اكس 9. الحاجات دي بنسميها بيرفكت سكوير. افهمك ازاي كده؟ استنى بص ركز معايا. الحته دي صعبه يا اولاد الحته دي صعبه. الاكسبريشن ده تقدر تحطه في صورة قوس باور 2. افكرك كنا بنعملها ازاي واحنا صغيرين. الاكس باور 2 تاخد منها واحدة. وال 16 تاخد برضو منها ايه؟ واحدة. ال 16 كم فكان؟ 4 والاكس باور 2 كم فكان؟ اكس اكس. والاشارة دي نيجاتيف صح؟ طبعا ده من الحاجات الصعبه. تاني كده روت الاول روت الاخير وساين اللي في النص. تاني كده تاني روت الاول روت الاخير وساين اللي في النص. عايزك تحفظ شكل. بص عليه كويس كده بص عليه كويس ليه؟ هجيب لك فلوس كتير. احفظه دايما ب 8 اكس و 16 و 4 اكس 4 و 6 اكس 9 هي الحاجات اللي بينفع تحط عليها. طب خلاص انا تاني طبعا حاجه تقيله وهتيجي تاني وهجيبها في الامتحان اللي هم الثلاثه المشهورين دول 4x4 8x16 و6x9. احفظهم اول ما تشوفهم تعمل ايه؟ خلي بالك تعمل ايه؟ 4x4 6x9 بعد سلاح. طب استفدت ايه بقى ان شاء الله؟ اسلم تاني بقى عشان افهمك حته كنت باخدها وانت صغير بس مش مفتكرها. هو انا يا اولاد لما اجي اقول لك ركز معايا روت اكس باور 2 تيجي ايه؟ هي بقى دي اللعبه. انا كده روت اكس باور 2 تيجي اكس اكس صح؟ لا ابسوليوت اكس لازم ابسوليوت. روت اكس باور 2 ده ما ياخدش اكس. ها ليه ما ياخدش اكس؟ يعني ليه انا اقول ان روت اكس باور 2 ايكوال ابسوليوت اكس؟ ليه بقى؟ وليه ما اقولش اكس بس؟ افرض الاكس دي كانت بالنيجاتيف، هل النيجاتيف دخل جوه؟ بس ركز معايا روت اكس باور 2 روت اكس باور 2 تقول لي يا مستر اطير الروت مع الباور صح؟ صح؟
بس الكلام ده تعمله طيب كده ربع باب طيب ربع باب يبقى كده الكلام ده تعمله لو الرقم بوزيتيف ده لو الرقم ايه حتة فنية حتة فنية وحتة تقيلة بصري هنا ما ينفعش تقول لي طير الركبة عن بوضة لان كده اللي هيطلع كامل المسألة دي لما بتتحط على الآلة الآلة اوتوماتيك ما بتضيعش الركبة عن بوضة الآلة بتعمل الأول تحسد الباور الأول تاني حتة فنية حتة العيال الكبار ما بعد كده نحفظها يقول لك يقول كذا وخلاص بس تفهم جت منين بص كده فهمنا الاثنين فوق بعض رقم بوزيتيف طير الباور معلومة رقم نيجاتيف لا استنى الآلة في الحالات دي بتحسب الباور الأول نيجاتيف 3 باور 2 كام؟ نيجاتيف 3 باور 2 كام؟ ب 9 صح؟ روت ال 9 بكام؟ يعني طلعت بنيجاتيف 3 ولا طلعت 3؟ يبقى اتعلم حاجة اتعلم حاجة روت وباور 2 يطير وايه يطلع جوه؟ ابسوليوت ها؟ يطلع ايه محمد قول؟ هي هنا ابسوليوت ليه فوق عملها فين؟ هنا؟ ما انا لسه ما طلعتهاش انت مش اشتري طيار؟ يلا بقى نعمل الحركه دي في المساله بتاعتنا مش ده روت وده باور 2 استنى كده روت وباور 2 ها؟ بص يا ام معايا روت وباور 2 هنطيرها ايه اللي يطلع بقى؟ يطلع x ماينس 4 ولا ابسولوت x ماينس 4 يطلع ايه ابسولوت x ماينس 4 قاعده عامه قاعده عامه خلاص احنا لما بس عايزين نضربه بالارقام هي جت منين إيه؟ انما القاعده العامه روت عليه باور 2 يطير واللي جوه يخرج ايه انت فاهم ده شفت جت منين إيه؟ ارقام ايه لازم تطلع سري ومنطقي انها تطلع سري لان مفيش روت هيطلع عدد نيجاتيف وينفع روت يطلع عدد نيجاتيف يعني روت حاجه تطلع نيجاتيف مثلا مش ممكن عشان كده احنا بنحط دايما الناتج ايه يبقى تعالى روت جوه باور 2 يديروا مع بعض ماشي بس اللي جوه يخرج ايه ابسوليوت طب استنى كده شوف حاجه استنى كده روت مثلا 9 باور 2 شوف من فين تطلع ايه 9 ولا ابسولوت 9 9 بص في الفيديو هتطلع ابسولوت هو 9 خلاص هي المشكله تبقى امتى لو عدد نيك او هو انا عارف الاتش دي بوزيتيف ولا نيجاتيف انا مش عارف مش هي تطلع نيجاتيف هي لو بوزيتيف اطير واحط انما افرض الاكس طلعت بالنيجاتيف بتعمل ايه؟ فتامن نفسك ازاي؟ تخرجها بايه؟ هتطلع نيجاتيف تكون بتستهبل ولا حاجه طلع معاها مين؟ ابسوليوت الحته دي هنشتغل عليها النهارده تاني النيجاتيف فين؟ في انهي واحده هنا؟ ولا هنا؟ ايوه طبعا هنا ابسوليوت بكام برضه؟ يعني كده غصب عنها هتطلع بايه؟ كده كده غصب عنها هتطلع بايه؟ بالبوزيتيف خلاص حته فنيه معلش مهم تفهم فكرتها انت بقى خلاص حته بقى ادبي انت هتحفظ الكلمتين دول اول ما تلاقي روت عليه باور طير وطلع ابسولوت خلاص ماشي تعالى بقى احنا كنا عايزين نرسمه صح؟ طبعا خلاص هو ده اللي تقدر ترسمه ابسولوت فور ده تعرف ترسمه صح؟ يلا نعمل بوينت اوف سيمتري البوينت اوف سيمتري هنا كام؟ دي على قديمه بقى الماينس 4 تبقى كام؟ ويمين ولو الباور ده كان الباور لسه كان 3 الباور 3 بقى هناخدها في الاكسبوننتس بالتفصيل لا هنا طبعا الاكس مش هتطلع بره هناخدها بقى انها بعد كده هتبقى اكس باور 3 اوفر 2 بس ده مش برسمها